كابتن احمد الحامي نجم منتخب تونس. كابتن احمد بالمناسبه لعب في الترجي، لعب في الصفاقسي، لعب في النجم، من اللاعبين القليلين في تونس اللي لعبوا في انديه القمه. يمكن لعب في نص نهائي اعتقد 2010، وتقريبا لعبنا ضد بعض في 2007. كابتن احمد اخبارك يا حبيبي؟ كابتن اسلام ازيك؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله كله تمام. انا لما بسمع اسم تونس وبسمع الترجي كمان تحديدا ببقى سعيد الحقيقه مهما كانت الامور، لانه الترجي نادي كبير ونادي عظيم، وياما خرج منه لاعبين كبار وعظام واساطير كبيره جدا في الترجي. هسالك الاول عن مباراه الذهاب في تونس، كيف رايت هذه المباراه وكيف تابعت هذه المباراه من وجهه نظرك؟ اول حاجه شكرا على الاستضافه، وحبيت ابتدي يعني بكلامك تفضل. بنهايه الكلام بتاعك اللي بنأكد فيما يخص العلاقه القويه والعلاقه الوطيده ما بين الشعب المصري والشعب التونسي، طبعا وهذا يعني شيء من قديم الزمان وحيمتد لنهايه الحياه. يعني صحيح، احنا في الاخير هذه مباراه كره قدم. هاي بالنسبة لمباراة الذهاب، مباراة كانت تكتيكيا أكثر يعني ما بين المدربين، يعني كل مدرب الحقيقة كان خائف من النتيجة، خاصة بيقبل هدف بالنسبة للترجي يقبل هدف في تونس، أو بالنسبة الكولر يعني يقبل هدف في رادس، يعرف أن الترجي دفاعيا فريق قوي خاصة مع المدرب كاردوسو. طيب الفرق بين مستوى الترجي تحت قياده مديره الفني الحالي البرتغالي ميجيل كاردوزو ومستوى الفريق قبل تولي مهمه تدريب الفريق، توليه طبعا المدير الفني. هو كاردوزو اكثر حاجه ركز عليها هو يعني العلاقه ما بين اللاعبين. اوكي. الحاجه اللي خلات الفريق احسن، خاصه انت تعرف في الترجي فما لاعبين برازيليين، يعني اللغه البرتغاليه قريبه جدا من اللغه البرتغاليه، دعم الفريق خاصة باللاعب يعني روجيه أولو، اللاعب وسط الارتكاز، وهذا يعني لاعب ممتاز وشفنا الإضافة نتاعو في الترجي التونسي، خاصة العمل اللي كان ناقص في الفترة الأخيرة قبل مجيء المدرب هو العمل الدفاعي. يعني مع الفريق يعني كتلة كاملة بيتحرك دفاعيا، هذا شيء يحتسب للمدرب كاردوسو. طيب مباراة يوم السبت المقبل في ظل ان اوراق الفريقين مكشوفة للجميع سواء لكاردوزو او لكولر. والله شوف كابتن، انت عارف يعني احنا لعبنا ضد بعض، حقيقة والمباريات هذا يعني فيها جزئيات صغيرة، يعني بتلعب في تونس ولا في القاهرة، يعني مباريات فيها يعني مثلا على مخالفات، على خطأ فردي من اللاعب، صحيح انا نعرف اللي الاهلي حيضغط يعني في الربع ساعة ال20 دقيقة الاولى، لكن كل شيء جايز في مباراة كرة القدم. يعني الاهلي والترجي يعني فريقين كبيرين في افريقيا، ومباراة مفتوحة يعني على الورق، يعني الفرق متقاربة في المستوى ما بين اللاعبين، نتمنى نشوف مباراة محترمة، مباراة تليق خاصة بتاريخ ومستقبل الأندية، وهذا في الأخير اللي احنا نرفض. الترجي عنده ألقاب إفريقية، الأهلي عنده ألقاب إفريقية، الفريقين مترشحين لكأس العالم، لكن في الأخير احنا بنتمنى بنشوف مباراة خاصة في قيمة الفريقين، وأنت تعرف خاصة اسم البلدان العربية في الفترة الأخيرة اللي المستوى بتاع الدوري في مصر أو في تونس يعني نزل بالنسبة للسنوات الأخيرة. توقعات كبيرة لطريقة لعب الترجي في مباراة الإياب، من المفترض أن سيكون هناك غلق لمنطقة وسط الملعب في الاعتماد ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة، يمكن هذه طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها مدرب الترجي خارج أرضه، وده حصل مع سان داونز وحصل أيضا قبل كده مع أسك. لكن بنفس التشكيلة، يعني أنا متوقع نفس التشكيلة حتكون موجودة، يعني اللي لعبت في رادس هي نفسها مش تكون في القاهرة. يعني اللعب حيكون مفتوح خاصة للفريقين،
يعني حنشوف مباراة ممتازة. أنا بتوقع يعني مباراة تكتيكية ما بين المدربين، مثل ما صار في مباراة الذهاب في رادس. كابتن، مين من لعيبة الترجي متوقع من وجهة نظرك ان هو هيصنع الفارق مع الفريق؟ وهل أخطأ كاردوزو بان هو طلع اللاعب البرازيلي قبل نهاية المباراة آخر 10 دقائق أو آخر ربع ساعة؟ والله شوف، شوف خاصة أنا نشوف للاعبين الوسط والهجوم، كل لاعب يقدر يصنع الفارق. ممكن المدرب ما نقدرش نقول أخطأ، لأنه هو أنت تعرف المدرب هو اللي بيشوف المباراة أحسن من المتابعين. يعني ممكن شاف اللاعب ينساس. يعني يعني ساس اللاعب البرازيلي، ممكن شاف خاصة بعد الالتحام ما بينه وبين اللاعب الأهلي. يعني شفنا للاعب مصاب يعني إصابة خفيفة والحمد لله خير، اللي هو بيرتح اللاعب لمباراة الإياب. طيب، 2 حراس مرمى شباب، 2 حراس مرمى متألقين، كل واحد سواء ماميش مع الترجي أو شوبير مع الأهلي، هل من وجهة نظرك أو من المتوقع أن المباراة دي تصل إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح، ولا شايف أن المباراة هتخلص في 90 دقيقة؟ والله كل شيء متوقع. يعني انا يعني الشيء اللي باكده في حاله الاهلي المصري ما سجلش في الربع ساعه الاولى، ممكن الترجي بيسجل وممكن المباراه توصل لضربات الجزاء. وخاصه يعني الشيء الكويس واللي انا شخصيا فرحان به، اللي شفنا حارس من الترجي التونسي مميش، حارس ممتاز ومستقبل للفريق ومستقبل في افريقيا. نفس الشيء للحارس شوبير، يعني شيء مش غريب على ذاك الشبل من ذاك الأسد. يعني الحقيقة أنا بتمنى توفيق للحارسين الاثنين، وإن شاء الله نشوفوهم من حسن إلى أحسن إن شاء الله. هل تتوقع، بما انك اتكلمت عن كأس العالم، تتوقع تألق الفريقين العربيين سواء الأهلي أو الترجي في كأس العالم؟ على حسب الانتدابات الجاية إن شاء الله. على حسب الانتدابات اللي هتحصل طبعا. طيب، أخيرا علي معلول وإصابته، لو عايز تقول له حاجة. علي واحد من كبار اللاعبين في تونس وفي مصر الحقيقة ومع النادي الأهلي. والله نتمنى له الشفاء العاجل. وعلي يعني ابن المدينة بتاعي، ابن صفاقس وابن النادي صفاقسي، نتمنى له الشفاء العاجل. علي نجم كبير، نجم في مصر ونجم في تونس، وإن شاء الله يرجع يعني في أقرب وقت، ونتمنى له السلامة إن شاء الله. كابتن أحمد، شرفت ونورت وسعداء جدا جدا بوجودك شكرا. معانا على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. أبشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد الحامي، نجم نادي الترجي التونسي السابق.